السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تي بي اتش دي ومع فيديو جديد. هذا الفيديو سيكون حول هاتف من هواتف وان بلس، انه وان بلس 7 الذي اصدر في شهر يونيو من هذه السنة، هو وان بلس 7 برو. هاتف وان بلس 7 متاح بثلاثة الوان: الازرق، الاحمر والرمادي. تم اصداره بنسختين من حيث مساحة التخزين والرام، حيث نجد نسخة ب 128 جيجا بايت في سعة التخزين و 6 جيجا بايت في الرام، وأيضا 256 جيجا بايت في مساحة الذاكرة و 8 جيجا بايت في الرام. غير أن وان بلس 7 برو متوفر بنسخة ثالثة 256 جيجا بايت و 12 جيجا بايت في الرام. وفيما يخص ثمن الوان بلس 7 فهو لا يتجاوز 600 دولار، ويختلف الثمن حسب الرام ومساحة التخزين. بالنسبة لظهر الوان بلس 7 فهو محمي بزجاج غوريلا جلاس 5 ليحميه من الصدمات، بينما الإطار من الألومنيوم. أما فيما يخص أبعاد الهاتف فيصل طول الهاتف إلى 157.7 ملم، العرض 74.8 بينما سمكه لا يتجاوز 8.2 ملم، ويصل حجم الشاشة إلى 6.41 إنش، وهي محمية بزجاج غوريلا جلاس 6 ليحميها من الخدش. بينما توجد كاميرا السيلفي التي تبلغ دقتها 16 ميجا بيكسل، وهي نفس دقة كاميرا السيلفي لدى الوان بلس 7 برو، غير أنها في هذا الهاتف توجد في الووتر دروب نوتش، بينما في الوان بلس 7 برو فهي داخل الهاتف وتخرج من الأعلى عند استعمالها. بالنسبة لوضوح الشاشة فهي شاشة أموليد بوضوح فول اتش دي بلس هاي ديناميك رينج 10. بالنسبة لمستشعر البصمة تم دمجه أسفل الشاشة. في جانب الهاتف تم إضافة زر تتحكم من خلاله بوضعية الهاتف، من هزاز إلى كتم الصوت أو إبقائه على وضعية الرنين دون الحاجة إلى الدخول إلى الإعدادات للقيام بذلك. في أسفل الهاتف هناك مدخل الـ USB Type-C ومخرج الصوت وهو ستيريو، ونلاحظ أنه لم يتم اعتماد الهيدفونز جاك أو مخرج سماعات الأذن في هذا الهاتف. طبعا الهاتف يدعم الشحن السريع، حيث يشحن 50% من البطارية التي تبلغ سعتها 3700 ملي أمبير في نصف ساعة بشاحن تبلغ قوته 20 واط. يأتي هاتف وان بلس 7 بنظام أندرويد 9 باي وواجهة أكسجين أو إس 1002. فيما يخص المعالج المستعمل في هذا الهاتف فهو سناب دراجون 855 8 النواة، وأما معالج الرسوميات فهو أدرينو 640. مساحة الذاكرة 256 جيجا بايت والرام 8 جيجا بايت، غير أنه لا يدعم بطاقة الذاكرة الخارجية، وهو هاتف ثنائي الشريحة. بالنسبة لكاميرات الهاتف فنجد في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل والديبث سنسور 5 ميجا بيكسل، أما الكاميرا أو كاميرا السيلفي فدقتها 16 ميجا بيكسل، ويمكن لهذا الهاتف التقاط فيديو 4K 60 فريم في الثانية وفول اتش دي 240 فريم في الثانية و اتش دي ب 480 فريم في الثانية. طبعا كل هذه المواصفات من معالج 8 نواة ومعالج رسوميات أدرينو 640 ورام ب 8 جيجا بايت، تمكن هذا الهاتف من تشغيل ألعاب من مثل PUBG وفري فاير وكول أوف ديوتي موبايل بإعدادات جرافيك جد عالية دون توقف صورة أو حدوث مشكل أثناء اللعب.
إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا.